صعب شوية بس اسمعهم. انت تعالى كده بقى. واضح ان انا ما فيش عندي اوميجا نود على فطريات
ازاي تجيبها ان انت تشوف الفيديو لما تجيب الفيديو الخط ده Cosine x plus y over 2. Ready? Immediate.
برضه بيتا 2 ماينس بيتا 1 هتبقى عباره عن ايه دلتا بيتا على 2 يعني ماينس دلتا بيتا هي الشفت بين بيتا نون ميم شمال على الشمال. بس الكلام ده اتقالت امتى؟ حواليك بيتا نون. لكن الكيت ده يبقى لينير بمعنى اخر الفاريشن ده يبقى لينير. بسم الله لما ازود دلتا اوميجا الزياده في دلتا بيتا هي نقص دلتا بيتا لما اقل من ايه؟ دلتا اوميجا على كذا. كاني بعمل لينير ابروكسيميشن كيرف اراوند اوميجا عشان هي دايما بارد لازم ايه؟ دلتا اوميجا صغيره جدا بالنسبه لي كيرف عشان بتاعت كيرف لازم هنا يبقى عندي يبقى ماينس دلتا بيتا بدل كيرف ده ويبقى عندي اثنين هنا وإذا اكس كوزاين افريج اللي هو السيمبل هيديني ايه؟ هيديني كوزاين اوميجا نوت تي ماينس بيتا نوت تي ليه معنى كبير؟ الأول دي الهاي فريكونسي كومبوننت اللي الأفرج بتاع الإيه؟ التو كوربوننتس اللي أنا بدخلها. تمام؟ يعني كأني عامل إيه فريكونسي وإيه؟ بدخل التو هارمونيكس السبيكترم بتاعهم كده عندي أوميجا نون فعندي أوميجا نون ماينس بلس دلتا أوميجا وعندي هارمونيك تانية عندي أوميجا نون ماينس دلتا إيه. فكأني دوت دي البيت فاليو بتاعته. فينا اصليا بمعنى ده ده كده كاني عامل ريبليشن في فريكونس كام؟ دي ام ريبليشن في فريكونس اوميجا نون اللي فيك دلتا في الاصل البيت باند بتاعك ايه؟ كان كده دلتا اوميجا وماينس دلتا اوميجا صح؟ مش كده تمام؟ فترفع الكارير كاني دوت ده الكارير بتاع السيجنال وكوزاين دلتا اوميجا دي هارمونيك اللي انا قسمتها اللي هي البيت باند فيري لو فريكونسي سيجنال اللي انت شايلها على الكارير عامل لها ايه موديليشن على الكارير تمام فيظهر عندي كوزاين دوت ريلاكس الاي واي ده لو حصل لي ايه بقى زي مثلا على زد اكس مثلا واشوف الفاريشن بتاعه مع الزد الاقي ايه هلاقي سيجنال ماشي غير بطء في الكوزاين دلتا بيتا زد تمام وجواها سيجنال تانية بتتغير اسرع منها اللي هي الكوزاين بيتا نون ايه من اللي مسدات الزد قدام يبقى دي يعني ايه امبيو ودي ايه امبيو بتاعتي هي نفسها ايه ده الاجرو في السبيس تمام مع مرور الوقت ايه اللي هيحصل؟ الاجرو ده هيتغير الاجرو ده هيتحرك هيتحرك اتجاه ايه؟ البوست بالذات تمام السبيد اللي هيتحرك بيها هي الايه؟ زي ما انا كنت بحسب هنا تحس زي ما ارسم فاليو فلاقي ان هو بيتحرك السبيد عباره عن كام؟ دلتا اوميجا على دلتا بي يبقى السبيد بتاع الاجرو هي في الحقيقه السبيد بتاعت ايه؟ الموديليشن اللي انا عامله اللي هي الانفورميشن اللي انا حطيتها على الكاتب. دي السبيد بتاعت الانفورميشن تمام؟ اللي هي مكونه من ايه؟ من تو هارمونيك ستور. ولذلك بيسموا دي ايه؟ جوب بلوستر. ده ليه كلمه جوب؟ لانها على الاقل لازم يبقى عندك اثنين هارمونيك عشان يبقى عندك انفورميشن. تو لوحدها شيء معلوم تمام التو هارمونكس تديك البيتنج او تديك الامبر دوت اللي انت بتشوف السبيد بتاعته وتقدر تعرف منه ايه الامبر والسبيد او الرو بلس دي حوالين الكارير اللي عندك اللي هي عند اوميجا تمام في حين ان السبيد بتاعت الكارير اللي هي لو مونيتور واحده من البيكس دي هتلاقيها ممكن ماشيه في اعلى من الايه؟ من الجروب بوست
كده في هيد بعد كده هي شوف شكل الباص سنة مش شعب لو عدوا الوقت مش بيتي ما بيتكم في كده باص عملها بالريشن أو يعني عملها بالريشن في إشتراك الكاية فريكوسي الرويشة بتاعها بعد دكتور معلش انا فاهم ازاي المفروض المعدات دي تبقى كده Yeah.
انما الفرق بين الكيس بوست والبلو بوست ما يبقاش الا لما يبقى عندك حاجه اسمها ديسبيرسيف ليدنج او ديسبيرسيف جايد. تمام؟ لما كان عندك الجايد ستراكشر ستراكشر الجايد وين كان ترانسميشن لاين كان كل كميك ريليشن ده كان بتطلع ايه؟ ستريت لاين. تمام؟ والستريت لاين بيمر بالاورجن صح؟ كان الكيس بوست يعني جروب بلوس هو الكيس بوست في التي ام؟ التي ام مود في ال او في البي ويبروين ليه البيتا او ميجا ريليشن اذا ليه ريليشن وانس ده انت عندك عندك ليه ريليشن بالبيتا او ميجا هيبقى عندك ريد لاين. تمام؟ ريد لاين ده الستوك بتاعك هو الجروب بروستي ولو خدت اي نقطه عليه بيتا او ميجا على بيتا بتاعته تبقى هي ايه؟ برضه هي الستوك هي اللي بتطلع لك الجسم الجروب بروستي ايدنتيكال لبعض. لو بدا يبقى عندك الاوميجا بيتا ريليشن بقى لينير ريليشن شيب يعني ما تبقاش خط مستقيم كده بالبساطه دي هتلاقي ان انت عندك جروب والفيس بلوستي يبداوا يبان فجاه كده. تمام؟ هنا مثلا في شكل زي ده الرسمه اللي قدامي دي لو الفيس والجروب بلوستي قد بعض تلاقي الاستراكشر ده كله بيشف اسهل لك كده مع تايم اون ذا واي داون ايه؟ اللي هي الزد او الونج الزد صح؟ لما دي اختلاف في الفيس والجروب بلس بيبان لك ايه؟ بيقول لك الشيف ما بين الايه؟ الانلوك والكاير اللي جوه. الفيس بلس هيتفاعل زي ما عملت. الفيس بلس هي واحده من البيكس اللي جوه دي. If you follow one of the beats يعني البيك هنا مثلا سبوت مثلا بيز زيرو. تمام؟ فانا لو ثبت نفسي على البيز زيرو يبقى انا بتحرك على واحده من البيكس. تطلع على البوكس يعني تسبق عدي البوكس وبعدين تنزل وبعدين تكمل تفوز بقى مع الايه؟ فهي سرعتها اعلى من سرعه البوكس في الايه؟ صح؟ فالبيت دي بتمثل لو في كورة يمين او مينيموم او حتى او حتى اي نقطه او زيرو مثلا يعني لو خدت نقطه من الزيرو دول تلاقي الخطوط بتبقى قد ايه؟ واقع على اثنين فلاقي ان انا برضه بتحرك بايه؟ بالفيس بوست اللي هي اعلى انما الانفلوب اللي هي السيجنال الكارير هير هي البطيئه الانفلوب دي هي اللي هي سرعه الانفلوبيشن اللي عندك اللي هي في الجايد ستراكشر او الجايد بتوين. طب هو كده الاوبن الجروب ريسك اتغير متغير لو الجروب ريسك تحت صح؟ صح تغير متغير فريكونسي كارير حتى ان انا بجيب هنا بجيب مين انا بجيب هنا الجروب جايد هنا الجروب بلس بتبقى زيرو يعني مفيش تقريبا البوز ما بتتحركش. تمام؟ قالوا لي ايه؟ الجروب جايد لو انت قريب من الكاستر لما بتعمل الكاستر يعني في ده ايه الجروب بلس بتزيد ميرتونيك في هذا الشكل لحد ما توصل لايه؟ تزيد فايف عند فيري هاي واضحه؟ فهمنا كده الفرق بين الجروب والفيس بلس هو دايما ما بيبانش الفرق ده الا لما تروح الديسبيرس دايما لما في حاله اللي هي الترانسميشن لاين والبروجيشن فري سبيس دايما ما يبانش عندك الفرق بين الاثنين حتى الناس هو لازم تسميت بزياده وخلاص لا فرق يبان جدا يبقى برونس في الحاله اللي انت لما بيبقى عندك الديسبيرس وان اوف ذا ديسبيرس ميديوم اللي عندي اللي هو دايركت ستاب تمام فبرضه ببقى عايز ارسم الاوميجا بيتا ريليشن زي اي كاتب عن البيهيفير بتاع الايجو جايد دوت وامتى الروس تزيد وامتى الروس تقل وايه النقط الاحسن في الاوبريشن يعني مثلا هنا بالنسبه للتاجر جايد لو انا شغال قرب الكاتب كده يعني واحد مثلا قال لك انا هحط الفريكونسي الكارير بتاعي قرب الكاتب هيبقى عنده مشكله لان الناليه دي بتبقى اعلى في الحته دي فبالتالي هيتسبب في فورميشن السيجنال اكبر من اللي اشتغل على الايه؟ لان كل ما الاوميجا بيتا ريليشن بتبقى كلوز لينير او بعد اخر ساعات سكند ريفرزنت للاوميجا بيتا دي سكوير اوميجا باي دي سكوير تبقى صغيره كميه صغيره كل ما يبقى
It's special lighting that you provide. Special light to light and any other receive signal to battery and aqua, you may have information. The chance of communication is the under camera. Check the signal location in the channel, if under, get some information signal, or we'll start to observe the interesting interference muscle. That is very easy. And then the under, the bandwidth of that signal is later, or basically, it's a high meter, such that انت عندك البيتريت عالي ويبقى عندك سيجنال كبايل بس كتير في اجزاء من السيجنال بتبقى ماشيه في جروب بوست او كوميشن بوست بتاعتها واطيه واجزاء ثانيه جروب بوست بتبقى عاليه وبالتالي بيحصل ايه؟ السيجنال بتاعتك على نهايه الجايد او على نهايه الريست بتاعت الشانل بتلاقيها ما هياش هي ريبليكا من الايه؟ من عند الانبوت بدل ما يرسم دي اوميجا اللي هي ريدنج فريكونسي يقول لك ارسمها كي نوت
في عبارة لكن عمل ايه نورماليزيشن ايه لان ويف نمبر في سبيس ويف نمبر وهنا بتخلي بيتا او ساعات لو حاسب على كيلو ويف بيتا على كيلو ويف راس الناس تتزوج كده ده هو لو انا مثلا بعمل كده في الدراسه كده طالع كده شديد كده المره سكيل دي شغاله حاجه في البولج بتاع الكيرف تحس ان هي هتبقى ايه مفيش مشكله فلو جيت قلت نفس الكلام ده هو يبقى هحسب بالنسبه لـ على لندا او كي على طيب حتى بالمشكلين في الجايد زي الحاله اللي انا عاملها دي بدل ما احسب كي دي احسب ده دي على لندا بداية دي على كي ستيل اتس ديسكريشن كيرف ان في الاخر ده بروبوشن لده بروبوشن لده تمام مفيش فرق بينهم مجرد سكيلنج الاكس اكسس وسكيلنج الواي اكسس لا تمام زي ما اعتبرت طبعا لو ركزت على كي نوت هتلاقي الكيرف دوت ليه كده start with a frequency
الفترة ده هيكفيه ما لقاش انا بتأذيه الاقي ان انا دي الاوريجن بوينت فايش انا بتأذيه انا عندي علاقة الاتش في الكي سي في البيتا ايه ان انا عندي اولا علاقتين مع عندنا اللي هما البيتا سكوير ماينس اتش سكوير بتساوي كام؟ بيتا سكوير ماينس تينو سكوير وعندنا بي سي سكوير عبارة عن اكسل ار تينو سكوير ماينس بيتا سكوير فعندي اكشن تساوي زيرو كورسبوند ان انا عندي البيتا على تينو كان واحد او بيتا بتساوي كيلو هلاقي ان انا ببدا يعني الكيلو بيزيد حتى لو بيتا على كيلو ساعتها هتبقى كام؟ واحد فانا ببدا الموديل الاولاني اللي هو تي ام زيرو الاقي بيتا على كيلو بتاع عن الكات اوف اللي هو الكورسبوند اللي على لندن اللي هو زيرو هيبدا من كام؟ واحد وبعدين مع زيادة الفريكونسي يبدأ الاتش تزيد عن الواحد سوري تزيد عن الزيرو وبالتالي البيتا تزيد عن الكيلو وبالتالي البيتا على الكيلو تبدأ تزيد عن الواحد تمام لحد ما توصل ايه بقى؟ لاحظ ان انت كل ما بتزود الريدس كل ما الريدس دون يطلع عن نقطة أعلى بس في الاخر الموتي ام زيرو ليميتنج فاكتور بتاعك او الكي سي دي كبرها في مسيره جدا بتبقى كي سي دي واحد اثنين بيبقى عندك كي سي لما في مسيره جدا بيبقى عندك الكي سي دي بتروح كام؟ ديفايد باي 2 صح؟ طب الكي سي دي اللي هي هتبقى عندك الكميه هي اللي هو ابسلون ار كيلو سكوير ماينس بيتا سكوير هتروح لكام؟ باي على مين دي؟ دي لانها هتروح لكي سي كي سي بتروح باي على مين دي؟ صح؟ يبقى لو وقفت معايا كيلو هيبقى عندي ابسلون ار ماينس بيتا على كيلو سكوير سكوير طبعا ضرب الباي على 2 كيلو دي سكوير بس انا عندي لو الكيلو دي او كيلو درامب انفينيتي الكلام ده هيروح لكام؟ زيرو يبقى انا معايا كده ان البيتا على كيلو ده هيروح لكام؟ بجد اللي هي الكورسبوند ايه؟ الكورسبوند كما لو كانت الليكويد كوين اللي عندي كانت كونفايند ويزن الدايركت بس مفيش حاجه بره الاتش راح تمام؟ فهتلاقي ان انت عندك الايه؟ البيهيفير بتاع الاكسبرشن حاجه ما فيش ستات ايه بيروح لايه؟ جذب طيب لو جينا تي ام 1 تي ام 1 ده مش هيبدا يظهر الا لما الريدس بتاع السيرفيس دي يزيد عن الباي طب الريدس ده يوصل للباي اساسا الريدس ده عباره عن كام؟ عباره عن جذب يحصل ار ماينس 1 في كيلو في دي صح؟ يبقى دلوقتي تي ام TM1
دي عباره عن 2 بايت كيلو، دي عباره عن 2 بايت كيلو بر لندر بول. دي علامه الاستاذ كانت 1 على 2 جذر هنا في الار ماينس 1. يبقى دي نقطه او المكان اللي هيترد على الاتجاه اللي هو بيصطدم هنا. وعند البدايه الاتش بكام؟ زيرو، ومع ان بيتا بتساوي كام؟ كيلو، بالتالي بيتا على كيلو بتساوي 1. ومع زياده الفريكونسي يبدا يطلع او اتش تزيد عن زيرو، ومع ان بيتا بتساوي كيلو. تمام؟ وهيروح على كيلو بتساوي كام؟ هيروح على سبب تاني اي سي في تي يروح لكام؟ 3 4 2 هلاقي برضه سبب تاني كل ما في الفريكونسي هلاقي ان اي سي في تي 3 4 2 وبالتالي الكميه دي اللي هي اس ار كيلو سكوير ماينس بيتا سكوير هتكون 3 باي على 2 جي اللي بس معانا كيلو بيتا على كيلو برضه في كام؟ جذر فلاقي الستوك اللي جوه من ورا كده يروح برضه بس مش بعد فتره ابعت ايه؟ جذر الستوك. بالنسبه للتي ام 2 هلاقي نفس الكلام بس الستارت فين بقى؟ عند 1 على 4 سوري عند 1 على جذر الستوك وهكذا المود اللي عندي ده تي ام 0 تي ام 1 تي ام تمام. لو جينا نشوف تي مود اللي هي مجموعة المود اللي هي تي ام 5 اللي هي بتيجي من حل الايه؟ الايكويشن اللي هي بتحل الكتاب مع نفس السيرفر عشان يبقى عندي اول مود عندي اللي هو برانش دوت لازم الريدنس يعدي باي اوردر. تمام؟ الثاني برانش ده او اول مود تي اي 1 يبقى عندي عشان يظهر عندي تي اي 1 ستارت ايه نفس الريدنس ده يساوي كام بقى يعني؟ أو مع الأخر دي أوفر لاند أهو لو إحنا أربعة لازم أربعة اللي هو إيه هنا ميد واي ما بين إيه؟ زيرو واحد على مين مين جذر إيه؟ بس الأرض يعني في إيه مود بتكون هنا جوه دايركت. تمام؟ هنا
دايما هتلاقي الـ انتيجر الوسطي اكبر من 25. تمام؟ في حالتين هتلاقي الـ انتيجر الوسطي لازم اقل من 25. ده بتسحب كل انواع الانتيجرات اللي ربنا خلقها. بعد
مجرد ان انا خدت الاي دي نص على مش فوق بعض ولا حاجه، ده المود دي بلس المود دي، يعني هنا جروب مود مع المود دي زي المود دي. الحل هو الحل ده جايب له اوت سيمتري، يعني حط الجريد بتاعه تحت كمل لك الصوره اللي ايه المود اللي هنا او المود الاصلي تمام اللي موجود هنا. كذلك الحل اللي انت جبته انا تعمل لي جريد سيمتري حط الجريد تحت نفس الدايره وحطينا الاكس دوت كده ده كمل ايه ايفن سيمتري هنا وفيه ايه المود اللي ايه دول يعني كده ايه نفس الاي مود الاستيماتيك اي تي ام وده هو الاوت مود الاستيماتيك اي تي ام. يعني كان انا عامل اربع كيلوز اي بي تي اي اي بي تي ام اوت تي اي اوت تي ام، الاربع كيلوز كلهم مع بعض بيكونوا المودل ستراكشر بتاع الكوريشن في ايه؟ في البايت. لا مش عارف بس تفهمك يعني دي منين ودي معناه وعامله ازاي مش عارف. هو بارشلي جزء منه الجزء دي في الجد اللي هو الاوت مود تمام؟ الايفن مود دي بقى مش عارف بس هي تقدر تعملها مش صعب. بالتالي المفروض لو انت فهمت الدنيا ماشيه ازاي موضوع ان انت تجيب تجيب المود هنا بتاعت مش بتاعت ايه؟ بس في النهاية كان كلمين بس تمام كده خلصنا الجزء اللي درست كتاب. النهاية هي الجزء اللي هي درست ودوت اللي الكونتاكتور هو الأساس، لأن في الغالب الكونتاكتور اللي أنت درست وسكرايب ودوت دي تعتبر أبسط نوع دايركت وسكرايب ممكن تدرسه. المور براكتيكال جود جايد دايركت هو الاوبتيكال فايبر، بس مشكلته الاساسيه ان انت عندك سلامك اسيمتري معقده في الكويشن فايبر، انك هتضطر تتعامل مع بيست فانكشنز فلذلك الكويشن تبقى اعلى، زائد ان انت بيظهر لك عندك حاجه ما تظهرش هنا في النانو ستراكشر، ان انت بيظهر عندك حاجه اسمها هايبرد مود. الهايبرد مود ده مود ده هو تي اي ولا تي ام؟ ده مود يعني يحتوي على اي زد اتش الاثنين دي كونات سي بس في عشان يبقى عندك سولوشن في المودر ستراكشر يبقى عندك اي زد اتش زد والبي بيسموه ده هايبر او اكيد يعني مؤكد من تي اي تي ام تمام؟ وده بيظهر في ايه؟ او في الفايبر او في فهي نفس الفكره بس بس بتاعه يليفل شويه ما هوش يعني هو شيء مش بسيطة كده زي حل في بلان ستراكشر حل في تمام؟